أهلا بكم مرة تانية في كورس أساسيات البرمجة للمبتدئين مع المهندس شريف الدين. في المحاضرة اللي فاتت اتعرفنا على الـ variable أو المتغيرات، وأخدنا منهم أربع أنواع، وطبعا في أنواع تانية. النوع الأول array، وقلنا بيتكتب بالشكل ده. هو الـ array عبارة عن مجموعة من العناصر، بتبقى عناصر متتالية وبنحطها غالبا ما بين أقواس بالشكل ده، وبنفصل ما بين كل عنصر والتاني بكاما. فده العنصر الأول، العنصر التاني، العنصر التالت. النوع التاني من الـ variables أو المتغيرات هو الـ map، وده برضو بيبقى مجموعة من العناصر، بس كل عنصر فيهم بيبقى عبارة عن key value pairs. فده كده العنصر الأول، وبعدين العنصر التاني، وبعدين العنصر التالت، وبرضو المفروض ده key value pairs، وبرضو بنفصل ما بينهم بكما، وبنحطهم المرة دي في قوسين معكوفين بالشكل ده. النوع التالت اللي هو الـ string، ده عبارة عن نص، يعني أي حاجة بتتكتب على الورق أو على الشاشة بتبقى اسمها string. والنمبر ده عبارة عن أي رقم بيدخل في عمليات حسابية. النمبر طبعا فايدة التايب النمبر ده إن هو بقدر أدخله في عمليات حسابية، جمع وطرح وكده. السترينج بقدر أدخله في جملة، الأري والماب بقدر أحطهم على هيئة مجموعة. الأري قلنا لما بدخل في عنصر عنصر، العملية دي اسمها iteration أو looping، كتبناها المرة اللي فاتت، نكتبها تاني iteration أو looping. وبالتالي النوع الأري ده أحد أنواع الإتريبل، يعني الأنواع اللي أنا أقدر أعمل فيها iteration، يعني إن أنا باخد لفة على عنصر عنصر، بخلص العمليات اللي أنا عايزها، وبعدين أدخل على العنصر التاني، أخلص وأدخل على العنصر التالت، وهكذا. العملية دي اسمها iteration أو looping، وبالتالي الأري ده من النوع الإتريبل. الأنواع اسمها types، وأقدر أحول ما بين نوع والتاني. عملية التحويل دي اسمها casting. اقدر مثلا احول نمبر الى string، ده لو انا عايز اكتبه في جملة عشان هيظهر على الشاشة او هيتطبع. طب لو انا عايز ادخله في عملية حسابية، يبقى انا لازم احوله الى نمبر. عملية التحويل دي اسمها casting. هنا ده مثال على variable. فعندنا مثلا كلمة happy birthday، دي كلمة عادية، لكن name دي variable، وقت التنفيذ هشطبها واحط قيمتها. انا مش هكتب كلمة name، لكن هكتب القيمة بتاعتها. فلو الشخص اسمه علي، هيظهر لي الكلمة دي، هتطبع قدامي على الشاشة happy birthday علي. خدنا طبعا مثال الابليكيشن المرة اللي فاتت، والابليكيشن ده هيكمل معانا عشان هنبني عليه كتير. المرة دي بقى هنتكلم عن حاجة اسمها constant، او اتكلمنا كمان عن الـ API، وقلنا ان الـ API دي وسيلة التواصل ما بين الابليكيشن بتاعك وما بين اي ابليكيشن او سيرفيس خارجية. يعني تقدر تتعامل مع الواتساب برمجيا عن طريق الـ API، غير التعامل المانوال. التعامل المانوال ان انت بتسطبه على الموبايل عندك، وبتفتحه بايدك، وبتكتب الرسالة بايدك، وبتختار هتبعتها لمين بايدك، وبعدين بتدوس سند. ده انت بتستخدم الواتساب مانوالي كده. لكن لو عايز تستخدمه برمجيا، بتستخدم حاجة اسمها API. الابليكيشن بتاعك بيبعت API للواتساب عشان ينفذ اوبريشن معينه، زي مثلا انه بيبعت رساله لشخص، وبعدين بيستقبل من الواتساب الرساله اللي وصلت له من الشخص ده عن طريق برضو الاي بي اي. يعني الاي بي اي ده بيبعت ريكوست وبيستقبل ريسبونس. عمليه تعريف للمتغيرات طبعا بتختلف من لغه برمجه للتانيه، لكن في اغلب لغات البرمجه مثلا هتكتب var، اختصار variable يعني متغير. اكس ده اسم المتغير، او خلينا ايه نبقى شبه المثال بتاع المرة اللي فاتت. كان عندنا متغير اسمه نيم، والنيم ده بيساوي علي. الكيورد دي بنستخدمها معناها ان احنا بنعرف متغير جديد. الكيورد ده طبعا بيختلف من لغة برمجة للتانية، احيانا بيبقى فار، احيانا بيبقى ديكلير لان انت بتعرف متغير جديد، احيانا بيبقى ليت، احيانا بيبقى ايه حاجات تانية ممكن ما تستخدمش خالص. كل لغة برمجة وليها الكيوردز بتاعتها، لكن انا اخترت الفار هنا كمثال على اساس ان هو اختصار لفاريبل، هيبقى واضح بالنسبة لك. العملية دي ان هو بعرف متغير جديد اسمها ديكلاريشن. يعني انا بديكلير نيو فاريبل، ديكلير بعمل ديكلير لفاريبل، يعني بعرف متغير جديد، يعني بحجز له مكان في الذاكرة. اما العملية دي اسمها assignment، انا بassign
قيمه للمتغير، يعني بخلي المتغير بديله قيمه معينه. العمليه دي اسمها assignment. يبقى انا السطر ده في حد ذاته عباره عن عمليتين مع بعض، عمليه declaration وعمليه assignment. عمليه الديكلاريشن يعني بعرف بس المتغير، بقول ان انا عندي متغير اسمه نيم. يبقى انا لما هستخدم نيم الكومبايلر فاهم ان النيم ده متغير مش كلمة عادية. لو كلمة عادية هيكتبها قدامي زي ما هي، لكن لو هي متغير مش هيكتبها، هيكتب قيمتها. قيمتها ايه بقى؟ انا هنا عملت assignment لنيم ده بيساوي علي. طب خلصت operation، ينفع اقوم مغير قيمتها تاني؟ هقول نيم المرة دي بيساوي احمد، نيم بيساوي احمد. يبقى انا غيرت قيمة نيم بيساوي احمد. يبقى انا المره دي لما هطبع قيمه نيم لما تظهر قدامي على الشاشه هيكتب لي ايه؟ هيكتب لي احمد. انا طبعا ما استخدمتش فار لان انا مش بعمل ديكلاريشن للفاريبل، هو اصلا متعرف، انا بس بغير قيمته. يبقى انا هنا ما ينفعش اكتب اي كي وورد بتاعه الديكلاريشن. الديكلير يعني ايه؟ تعريف متغير، هكتبها لكم بالعربي عشان اللي يحب يرجع للمذكره دي في اي وقت. وده assignment يعني يعني اسناد قيمه، اسناد قيمه، انت بتدي له قيمه. ينفع اعمل ديكلاريشن لوحدها وبعدين ابقى اعمل اسناد للقيمه بعدين؟ يعني ينفع اقول var name كده انا عرفت متغير اسمه نيم ولسه ما اديتلوش قيمه، وبعدين بعمل شويه عمليات وبعدين بقول له نيم بيساوي علي. يبقى انا هنا عملت ايه؟ عرفت الاول المتغير ومن غير ما اديله اي قيمه، وبعدين عملت كتبت شوية أكواد وعادي جدا، وفي وقت لاحق اديت للمتغير بتاعي قيمة. ينفع؟ طب عايز أغير القيمة بتاعته عادي جدا، يعني ممكن أعمل بقى شوية عمليات هنا وبعدين نيم بيساوي أحمد. كده احنا اتعرفنا على عمليتين جداد، عملية الديكلاريشن وعملية الأساينمنت. هنا بقى لما أقول هابي بيرثداي نيم، في الحالة دي هيشيل نيم ويحط مكانها آخر قيمة أنا حددتها له. أنا هنا حددت له آخر قيمة كانت أحمد، يبقى هيشيل نيم ويحط مكانها أحمد. طيب لو أنا غيرت قيمة نيم ورجعت كتبت الجملة دي تاني برضو هيكتب بقى القيمة الجديدة. نلاحظ بقى إيه؟ إن ده عبارة عن فاريبل، لكن ده عبارة عن كلام عادي جدا، تكست عادي جدا او سترينج عادي جدا. الكلام العادي بحطه ما بين قوسين زي كده عشان افرقه عن الفاريبل. الفاريبل نفسه في لغات البرمجة بيختلف ما بين لغة والتانية. غالبا بكتب بس اسم المتغير ده في اغلب لغات البرمجة، يعني بكتب نيم كده خلاص انا فاهم ان ده متغير طالما ما حطيتوش ما بين قوسين. يعني انا لو حطيته ما بين قوسين بالشكل ده ده مش متغير، ده هيكتب لي نيم زي ما هو. لكن لو حطيته بالشكل ده من غير اقواس هيفهم ان ده متغير. في بعض لغات البرمجه زي البي اتش بي بيحب يحط ايه علامه زي كده قدام اسم المتغير، تمام. لكن انا طبعا ايه مش هستخدم الطريقه دي على اساس ان اغلب لغات البرمجه بتستخدم الطريقه انك بتكتب اسم المتغير بس. فانت لما تبص هنا حط نفسك مكان الكومبايلر، الكومبايلر ده هو اللي بياخد الأوامر وبيترجمها للغة الآلة عشان تتنفذ. فحط نفسك مكان الكومبايلر هتلاقي إيه؟ لما هتلاقي الكلام ده ما بين كوتيشن مارك كده هتفهم إن ده كلام عادي هينزل زي ما هو أو هيظهر على الشاشة زي ما هو، لكن ده متغير فهتعمل إيه؟ هتبدل قيمته أو هتبدله بالقيمة بتاعته، يعني هتشيل كلمة نيم ونحط احمد. في حاجه اسمها بقى كونكاتينيشن، ان انا بربط جملتين ببعض. يعني انا عندي جمله اسمها هلو وحطيتها هي ما بين قوسين عادي، وكلمه وجمله اسمها او كلمه علي مثلا، عايز اقول هلو علي، وعلي برضو حطيتها ما بين قوسين عشان ده مش متغير. يبقى انا عايز اربط ما بين الجملتين دول وبعض، فبحط في اغلب لغات البرمجه بتحط دوت. الدوت ده اسمها كونكاتينيشن. كونكاتينيشن اختصارها كونكات، فاللي هو بربط الجملتين ببعض. ممكن بقى احط دول في متغير اسميه مثلا ويلكم مسج،
تمام. ولو المسج دي مش متعرفه قبل كده يبقى انا لازم اعرفها، فهقول var مسج بيساوي هالو احمد. انا عملت ايه؟ لان دي كانت جمله لوحدها انا حطيتها ما بين قوسين، ودي جمله لوحدها فانا لازم اربطهم. طبعا الكلام ده بيوازي، يعني ينفع اعمله بالطريقه دي ان انا على طول اكتب هالو علي فبقت دي جمله لوحدها، لكن لو انا لسبب ما فصلتهم لازم اربط ما بينهم بكونكاتينيشن. طيب لو علي ده بقى متغير فهكتبها ازاي؟ اكيد هتقول لي هالو، دي هتتحط ما بين كوتيشن مارك عشان ده مش متغير، وهتقول النيم ده متغير فمش هحطه جوه كوتيشن مارك. طيب عايز بقى اربط ما بينهم فبحط كونكاتينيشن. كونكاتينيشن في اغلب لغات البرمجه بيبقى دوت، في بعض لغات البرمجه بيبقى علامه بلس كده تمام، لكن انا هستخدم دوت عشان دي في اغلب لغات البرمجه بتبقى دوت. طب في حاجه بقى اسمها كونستانت. لو انا عندي متغير نيم مثلا، هو متغير بس بدل ما اكتب فاريبل كتبت كونستانت. كونستانت فاكيد انت كده فهمت ان الكونستانت يعني ثابت، فالكونستانت هو شبه المتغير بالظبط بس ما اقدرش اغير قيمته. يعني انا لو قلت نيم بيساوي علي ورجعت قلت نيم بيساوي احمد، السطر ده مش هيتنفذ، السطر ده غلط، هيدي لك ايرور. ليه؟ لان حددت ان النيم ده يبقى كونستانت مش فاريبل. فاريبل يعني متغير، يبقى اقدر اغير قيمته، لكن الكونستانت ثابت. طبعا امتى بقى بستخدم الكونستانت وامتى الفاريبل؟ دي حاجه بتاعتك انت. بتستخدم الفاريبل لما هيكون المتغير الواحد ليه اكتر من قيمه، يعني هتقعد كل شويه تغير قيمته تغير قيمته. في حالتنا في الابلكيشن اللي فات انا عايز ابعت رساله لكل واحد باسمه، فكل شويه هغير قيمه نيم تبقى باسم الشخص اللي انا ببعت له. لكن مثلا اسم الابلكيشن هو اسم ثابت مش هيتغير، يبقى لازم يكون كونستنت. تمام، يبقى احنا كده الكلام العادي بالنسبه لنا اللي هو مش متغير بحطه ما بين كوتيشن مارك، وينفع احطه ما بين كوتيشن مارك كده او كده او كده، اللي هو مايل ده اللي هو هتلاقيه في الكيبورد فوق خالص على شمالك، فوق خالص على شمالك عند حرف الذال بالعربي، او عند الشدة، او تحت زرار الاسكيب على طول. تمام، في فروقات ما بينهم في، بس ما يشغلناش دلوقتي، هنتكلم عنهم ان شاء الله في درس لاحق. نراجع مع بعض اللي احنا خدناه من اول الكورس. احنا خدنا الفاريبلز او المتغيرات وقلنا ان دي انواع تايبس، اخدنا اربع انواع الاري والماب، ودول مجموعه من العناصر. الفرق ما بينهم ان الاري بتبقى عناصر متسلسله لكن الماب بتبقى كي فاليو بيرز. اخدنا السترينج وقلنا ان ده اي نص بيظهر على الشاشه او بيطبع، يعني بيتكتب على الورق او على الشاشه بيبقى سترينج، واي رقم بيدخل في عمليات حسابيه بيبقى نمبر. اخدنا الاي بي اي وقلنا ان وسيله التواصل ما بين الابلكيشن بتاعك واي ابلكيشن خارجي بيبقى بيتم عن طريق الاي بي اي، يعني انت بتبعت للواتساب مثلا او للفيسبوك او الايميل او اي خدمه تانية، بتبعت له الطلب بتاعك على هيئه اي بي اي، وبتستقبل الطلب برضو على هيئه اي بي اي. يعني انت بتبعت للواتساب اي بي اي بيبقى جواه بقى الرساله اللي انت عايز تبعتها والشخص اللي عايز تبعت له، او جواه اكشن معين انت عايز الواتساب ياخده، وبعدين الواتساب بيرد عليك برضو عن طريق الاي بي اي، بيقول لك مثلا انه تم ارسال الرساله او ما تمش او كده. هنا عملية تعريف متغير، قلنا ان السطر ده عبارة عن عمليتين كتبتهم مع بعض، ينفع اكتبهم تحت بعض بالشكل ده. العملية الاولى هي الديكلاريشن، بعرف متغير جديد، يعني بعرف لغة البرمجة او الكومبايلر ان النيم ده بقى عبارة عن متغير، وبعدين بسند قيمة ليه. طبعا هنا دلوقتي المفروض انا فاهم ان عشان دي حاجة عادية مش فاريبل، المفروض احطها ما بين قوسين اللي هما الكوتيشن مارك، وبعدين ينفع اغير قيمة النيم في اي وقت. وطبعا كلمة احمد دي مش متغير فبحطها هي كمان جوه كوتيشن مارك. وبعدين اخدنا الكونكاتينيشن وقلنا ان لو في جملتين او جملة ومتغير او اتنين متغير ينفع احطهم جوه، عايز اربطهم ببعض بحط كونكاتينيشن. طب تعالوا ناخد مثال كده سريع. هقول مثلا ان الفاريبل بتاعي، هعرف variable جديد اسمه name
وهسميه علي. طبعا انا اخترت علي بس عشان هو من 3 حروف سهل في الكتابة، مش عشان يعني في ناس هتسأل اشمعنى علي. وهعرف متغير جديد اسمه ايج، وهقول ان الايدج بتاع علي عنده 20 سنة. مش هحطها جوه كوتيشن مارك عشان ده رقم، انا بحط التكست جوه كوتيشن مارك. تمام، يبقى انا عندي ده متغير من النوع ايه؟ سترينج، وده متغير من النوع نمبر. طيب تعالوا بقى نكون جملة. هكتب مثلا my name is، وبعدين name، اقصد خلينا نكتبها ايه بالاحمر عشان يبان ان ده variable. يبقى نيم دي غير نيم دي، نيم دي كلمة عادية يعني هيتكتب my name is علي، دي variable دي انا عايز ابدلها. فانا عايز افهم الكمبايلر ان دي كلمة عادية ودي variable. تمام، وبعدين هقوله مثلا I am، وبعدين هكتب عايز اقوله I am عنده 20 سنة، I am 20 years old، فهكتب age. طبعا ما اقصدش ايدج نفسها، اقصد قيمتها years old. وعايزين نحط الكلام ده في متغير هنسميه مثلا message، وطبعا message لانها مش متعرفه قبل كده فانا عايز اعرفها. ينفع اعرفها في نفس الجمله بتاعت الاساينمنت، وينفع اعرفها لوحدها. يبقى هقول var مسج، وهنا انا ما اديتلهاش قيمه، يعني في المتغيرين اللي فوق اديت لهم قيم، هنا في المتغير ده ما اديتلوش قيمه على اساس ان انا هدي له قيمه بعدين. وطبعا المسج ده من النوع سترينج. طب عايزين بقى نظبط الجمله دي نكتبها صح برمجيا عشان الكومبايلر يفهمها، الكومبايلر اللي هو بيترجم الاكواد بتاعتك الى لغة الآلة عشان تتنفذ. فعايزين نفهم الكمبايلر بقى نكتب الكلام ده صح. اول حاجة اللي مكتوب بالازرق ده كلام عادي، لكن المكتوب بالاحمر ده variable. فعايزين نفرق ما بين الكلام العادي والvariable. اكيد انت فاهم ان الكلام العادي ده هنحطه ما بين quotation mark، وده كلام عادي هنحطه ما بين quotation mark. خد بالك ان الدوت دي تبع الكلام فهنحطها جوه quotation mark. يعني الدوت دي لازم تبقى جوه الكوتيشن مارك عشان تختلف عن الدوت بتاعه الكونكاتينيشن اللي اتكلمنا عنها قبل كده. فقلت له my name is name متغير اللي هو هيبقى علي، I am وبرده دي ايه نهايه الكلام العادي، وبعدين age وبعدين years old. طيب وبرده الدوت دي جوه. عايزين بقى نربط الكلام ده ببعضه، يبقى عايزين نعمل concatenation. نديها مثلا لون اخضر. فالconcatenation ازاي؟ في اغلب لغات البرمجة بنحط دوت، يبقى my name is وحطيت ايه دوت، انا بربط دي بدي واللي بعد، يعني بربطها باللي قبلها واللي بعدها، وبعدين بمشي الاقي فيه هنا جملة وبعدين متغير وبعدين جملة. صح، يبقى انا محتاج هنا concatenation ومحتاج هنا كمان concatenation. يبقى نفرق بقى ما بين، نرجع ناخد الازرق بتاعنا تاني، نفرق بقى ما بين name دي و name دي. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ان دي variable لكن دي كلمة عادية. عشان دي كلمة عادية حطيتها ما بين quotation mark او ما بين قوسين دول، وعشان دي variable حطيتها من غير quotation mark لكن ربطت ما بينهم بconcatenation. نفس الكلام هنا، دي جملة عادية فحطيتها ما بين كوتيشن مارك وربطت ما بينها وما بين الفاريبل بكونكاتينيشن. كونكاتينيشن يعني بيضم لي الجملة على بعض، يعني بتبقى كأنها جملة واحدة. بس في غلطة في الجملة دي لو كنت لاحظتها قبل ما اقولها تبقى شاطر جدا. ايه هي بقى؟ ان الايدج دي هي متغير صحيح وهيبدلها ويحط قيمتها، لكن نوعها ايه؟ نوعها اصلا نمبر. احنا قلنا
الكلام اللي بيتكتب، يعني انا عايز الكلام ده في الاخر هيظهر على الشاشة، فالكلام اللي هيظهر على الشاشة لازم كله يكون سترينج. ده سترينج طبيعي، يعني اي حاجة محطوطة ما بين كوتيشن مارك تبقى سترينج، والنيم ده نوعه اصلا سترينج، والكلام ده سترينج، والكلام ده سترينج، لكن النوع ده نوعه نمبر. يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ احوله من نمبر الى سترينج. العملية دي لو تفتكر كانت اسمها ايه؟ كانت اسمها كاستنج. كاستنج، يبقى انا محتاج اعمل كاستنج، احول الفاريبل ده من نمبر الى سترينج. هو هيبقى بنفس قيمته، هيبقى 20 برضو، بس لغة البرمجة او الكومبايلر هيتعامل معاه كسترينج مش كنمبر. بحول ازاي؟ مش موضوعنا دلوقتي، المهم ان انت فاهم ان انا محتاج احول الايدج دي او الفاريبل ده من نمبر الى سترينج. فاحنا دلوقتي اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا الديكلاريشن، انا بعمل ديكلير للفاريبل عن طريق ان انا بحط كيورد وليكن فار في اغلب لغات البرمجه، يعني طبعا في لغات تانية بيستخدموا كيوردز تانية زي ديكلير او غيره. يبقى انا عملت ديكلاريشن لمتغير، المتغير ده عملت له كمان اساينمنت، يعني اديت له قيمه، والقيمه دي عشان هي سترينج طبعا سترينج، فبحطه ما بين كوتيشن مارك، يبقى الفاريبل ده من النوع سترينج. وبعدين عملت ديكلاريشن لمتغير تاني اسمه ايدج، واسندت له قيمه بتساوي 20، وطبعا واضح انها نمبر. وبعدين عملت متغير تالت اسمه مسج، وما اسندتلوش اي قيمة، بس انا عارف ان القيمة بتاعته هتبقى سترينج عشان انا هكتب جملة. هنا بقى هسند القيمة، فهقول ان المسج بيساوي، طبعا ما بكتبش بقى فار عشان مش هعرف متغير متعرف قبل كده، ما ينفعش اتعرف متغير مرتين، طالما اتعرف مرة خلاص. هنا بقى الكلام العادي اللي هو مش فاريبل بحطه ما بين كوتيشن مارك اللي هو السترينج، طبعا الارقام ما بحطهاش ما بين كوتيشن مارك ولا حاجه، والمتغير نفسه ما بحطلوش كوتيشن مارك، وبربط ما بين اي جملتين، سواء بقى جملتين او متغيرين او جمله ومتغير او كده، بكونكاتينيشن. النقطه دي عباره عن كونكاتينيشن، يعني بربط ما بين الجمله وبعضها. طيب الجمله دي بقى لما هتظهر قدامي على الشاشه بعد ما الكومبايلر يترجمها، بيترجم ازاي؟ بيشيل بقى الفاريبلز ويحط قيمتها، هتظهر قدامي كده my name is علي، وبعدين في نقطة اللي هي النقطة دي، دي النقطة بتاعت الكونكاتينيشن، وبعدين نقطة، وبعدين I am، ال age هتتشال ويحط قيمتها. خد بالك ان العشرين هنا بقت بتتصرف كسترينج مش كرقم. years old، خد بالك ان الجمله لما بتتكتب الحاجات اللي احنا بنضيفها دي برمجيه، يعني فما بتظهرش، يعني مثلا الكوتيشن مارك دي بنضيفها عشان نفرق ما بين الفاريبل والكلام العادي، الكونكاتينيشن ده بنضيفه عشان نربط الكلام وبعضه، عمليه الكاستنج ما بتظهرش، هي بتظهر في الاخر الجمله مشفقه كده، الجمله على بعضها ماي نيم از علي، المفروض ان ده كان متغير بس طبعا بتظهر لك بعد لما بيترجم لقيمته اي ام 20 ييرز اولد. لو حاجه فيهم شلت كلمة variable وبقت constant، مفيش أي حاجة في الكود ده هتتغير، وبرضو الكلمة هتظهر زي ما هي بالظبط، ال constant زي ال variable بالظبط، مفيش أي فرق بينهم إلا حاجة واحدة بس، إن أنا لو جيت هنا في أي سطر ورحت قررت أغير قيمة name وسميتها أحمد، لو هو constant ما ينفعش عشان هو ثابت، ما ينفعش تغير قيمته، لكن لو هو variable كان كل اللي هيحصل ان نيم لما هتتشال هيحط مكانها احمد وليس علي. طب هو صحيح بالنسبه للغات البرمجه اللي بتستخدم علامه البلس ككونكاتينيشن، ازاي بتفرق ما بين علامه البلس بمعنى كونكاتينيشن وما بين علامه البلس لما بتستخدمها كعلامه زائد في عمليات حسابيه؟ بكل بساطه لو انت بتتكلم في عمليات حسابيه زي مثلا 2 زائد 4، يبقى زائد هنا بمعنى جمع، لكن لو بتتكلم في هالو مثلا ده سترينج، وبعدين سترينج تاني، فانت هنا بتجمع ما بينهم ككونكاتينيشن، يعني ده بيساوي كأنك كتبت كده. ولذلك من المهم ان احنا نحدد نوع المتغير. تعالوا نشوف مثلا لو انا قلت له عندي متغيرين، متغير اسمه اكس ورحت قال زائد واي، يبقى زائد هنا بمعنى ايه؟
هنا بقى مهم ان انا اعرف للكومبايلر نوع المتغير. فانا لو قلت له مثلا ان var x يساوي هلو وvar y بيساوي ويلكم، يبقى في الحالة دي x زائد y معناه انه بيعمل concatenation. يعني لو قلت له result، او خلينا هنا result، طبعا result ده متغير عشان هو مش متعرف قبل كده، فانا هكتب var يعني بعمل declaration للvariable بيساوي x زائد y. في الحالة دي بقى هيكتب لي ايه على الشاشة؟ هيكتب لي hello welcome، حط x وجنب منها y. طبعا المفروض المسافة دي ان انا ازود مسافة، يعني المفروض اقول x زائد مسافة كده زائد y، وعشان المسافة تبقى string فانا حطيتها ما بين quotation mark، يعني دي اتنين quotation mark وفي النص ما بينهم مسافة، لان يعني هو ما بيحطلكش مسافات اوتوماتيك. يعني لو انا كتبتها بالشكل ده هيكتب hello welcome جنب بعض على طول، لازقين في بعض، تمام؟ مش ده موضوعنا دلوقتي. لكن لو انا قلت له var x بيساوي واحد وفار واي بيساوي اتنين، انا هنا مش بعيد تعريف اكس واي، يعني ده في ابلكيشن تاني خالص، ورحت اقول له فار ريزلت بيساوي اكس زائد واي، هنا بقى هيكتب لي ايه النتيجة؟ هتكون ايه؟ هتكون الرقم 3، لانه هنا عمل عملية حسابية. شوف رغم ان هنا نفس الامر بالظبط، قلت له ان الريزلت بيساوي اكس زائد واي، وهنا الريزلت بيساوي اكس زائد واي، الا انه اتعامل معاهم بطريقة مختلفة. اتعامل مع علامة البلاس دي على انها جمع، لكن اتعامل مع علامة البلاس دي على انها كونكاتينيشن، تمام؟ طيب لو انا عندي بقى var اكس بيساوي 20 مثلا وفار واي بيساوي years، فواضح ان الاكس دي عبارة عن نمبر، لكن الواي عبارة عن string او text. ورحت اقول له var text var result يساوي اكس زائد واي، هنا بقى اكس تبقى علامة بلس ولا علامة concatenation؟ ادام في واحد فيهم يبقى string، يبقى لازم الجملة كلها تكون string. يعني هنا الريزلت لازم يكون نوع string، هنا الريزلت نوع string لانه كتب لي في الاخر جملة، يبقى نوع string. هنا الريزلت نوعه number لانه في الاخر طلعت قيمته بتساوي number. طب هنا المفروض ان ده number وده string، فانا عندي حاجة من الاتنين، يحول x الى string وتبقى دي جملة ويبقى الريزلت نوعه string، يحول y الى number وتبقى دي عملية حسابية، وبالتالي result يساوي نوعه number. يعني لو انا حولت x، x هي عبارة عن number دلوقتي، رحت عامل لها casting او عملية تحويل الى string، قلنا ان الكاستنج دي اللي هي ايه؟ اللي هي عملية التحويل، وقلنا السترينج ده اللي هو text عادي، فبالتالي هتبقى result بتساوي كأنه عمل result بتساوي، او خلينا ايه نكتبها لكم عشان كانه قال كده ريزلت بتساوي، هيشيل اكس ويحط مكانها قيمتها اللي هي بكام؟ اللي هي 20، بس سترينج المره دي مش رقم، واي سترينج احنا بنحطه ما بين كوتيشن مارك، زائد واي اللي هي ييرز، وبالتالي هيكتب كلمه 20 ييرز. فده مثال لرقم انا اتعاملت معاه كسترينج. طب تعالوا نشوف بقى لو انا خدت الواي اللي هي اصلا سترينج وحولتها لرقم، وبعدين رحت قايله نفذ لي بقى ان الريزلت بيساوي اكس زائد واي، هنا الاكس بقى رقم اللي هو ب20 اصلا، والواي بعد ما حولته بقى رقم. طب الـ الكلمة دي المفروض ان ده طبعا ايه؟ سترينج، فبحطه ما بين كوتيشن مارك. طب السترينج ده يتحول رقم، الرقم المكافئ ليه يبقى بكام؟ يبقى بزيرو، يعني مش رقم معين. طبعا دي ممكن تختلف بين لغات برمجة وبعضها، بس اغلب لغات البرمجة بتقول لك ان اي حاجة مش رقمية تكافئ الرقم زيرو، اي حاجة مش رقمية لما تيجي تحولها لرقم غالبا بتساوي الرقم زيرو في اغلب الحالات، لكن في حالات تانية طبعا عملية التحويل دي بتختلف. لكن في الحالة بتاعتنا دي ان عملية تحويل السترينج اللي هو مش رقم الى رقم كأنه الواي بيساوي زيرو، يبقى هنا الاكس كانت ب20 زائد الواي
اللي هي القيمة المكافئة للسترينج بقت بزيرو، تطلع النتيجة 20، وهنا الريزلت بقت رقم نوعها نمبر، لكن الريزلت هنا في الآخر بقت جملة سترينج. نفس الكلام لو كانت في لغات البرمجة اللي بتستخدم كونكاتينيشن كدوت، نفرق ازاي ما بين الدوت نفسها وما بين الدوت اللي هي كونكاتينيشن؟ بكل بساطة، لو انا عندي مثلا A دوت B كده ومحطوطة جوه كوتيشن مارك، يبقى الدوت دي يقصد بيها الدوت نفسها اللي هي النقطة. لكن لو انا جيت قلت له C ورحت حاطط الدوت هنا، يبقى الدوت هنا عبارة عن كونكاتينيشن. ليه؟ لانها بتربط ما بين جزئين وبعض. طب احنا كده اتعرفنا على عمليات كتير، ان شاء الله المرة الجاية هنكمل العمليات وهنتعلم بقى العمليات الحسابية والمنطقية والكمباريجن وغيرها. فما تنسوش تشتركوا في القناة وصفحتي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية. وما تنسوش كمان تحملوا الملزمة دي لو حابين يعني تدوا بص عليها، هتلاقوها في وصف الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.